السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، وزي ما عدتكم كده قلت لكم هوريكم تجهيزات المصيف بإذن الله، يعني للفطار زي ما عملنا للغدا ان شاء الله. كده النهارده وصفاتنا كلها سهلة وبسيطة، وعايزة اقول لكم ان هوعدكم انها في 10 دقايق هتتعمل، وفي 10 دقايق هتستوى، يعني مش هتاخد منكم مجهود خالص ولا وقت، ابسط البساطة. واحجام كمان حلوة جدا، تقدروا تاخدوها كده لعدد افراد اسرة باذن الله، تكفيكم كذا يوم كمان ورا بعض. هقول لكم على الافكار دي باذن الله، كمان هتنفعكم للمدارس بما اننا داخلين خلاص كمان على المدارس، فحبيت الوصفات تكون شامله كامله كده النهارده. لو حبيتي تاخديها للمصيف تمام، حبيتي تاخديها المدرسه مفيش مشكله، هتنفعك جدا برضو. وهقول لكم على شويه الافكار اللي تخزنيها بيها، وازاي تاخديها من غير ما تتبهدل ولا يجرى لها حاجه، وفي نفس الوقت تطلع سليمه طعمها حلو زي ما كانك عاملاها طازه بالظبط. يلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة، وان شاء الله هيعجبكم جدا، يا رب كده تستفيدوا منه ولو بفكرة واحدة. ومتنسونيش بقى من دعائكم الصالح، وتنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. يلا بينا نبدأ على طول. واول حاجه كده عايزين نبدا بيها وهي المشتريات. تعالوا بقى كده اقول لكم جبت ايه. يعني انا جبت شويه حاجات كده للسفر نفسه، يعني عشان هو بيكون الصبح بدري، فاحنا بنكون نازلين من غير فطار طبعا، يعني بتبقى الساعه 5 ولا حاجه الفجر. فالمهم انا جبت عيش فينو، تمام، جبت عيش فينو اللي هو كبير ده بتاع فتح الله، وجبت كمان بسطرمه بحيث ان احنا نعمل سندوتشات بيض بالبسطرمه كده مثلا مع سندوتشات جبنه تركي، حاجات خفيفه خالص عشان الاكل في السكه الطويله ما بيفضلش يكون كتير، عشان الريستات بتبقى بعيده قوي عن بعضها فمحدش يتعب في السكه. الميه بقى باذن الله هنشتريها طبعا من تحت الصبح واحنا نازلين باذن الله، تمام. فجبت دول للفطار بس الصبح، وكمان جبت البلح ده هغسله باذن الله، واخده في علبه كده وافرطه من بعض برده للسكه، حلو قوي البرحي ده. فجبت الكميه دي تقريبا نص كيلو او ازيد حاجه بسيطه، تمام. جبت كمان الكبريت ده عشان ناخده معانا، لان معيش ولاعه زياده في البيت، فقلت ايه اجيب كبريت عشان البوتاجازات اللي دايما في المصايف بتبقى ما فيهاش اشعال زيتي او بايظ او كده، ايا كان لازم يبقى معايا حاجه بزياده. دول الثلاثه مع بعض، والله كان نفسي اجيب واحده بس لان مش هستخدمه تاني. الثلاثه دول ب 32 جنيه مع بعض، تمام. وجبت كمان هاخد واحده من دول اللي في مواعين، برضو لازم يبقى معايا ليه في مواعين عشان انضف الحلل بقى والحاجات دي، وطبعا هاخد واحده تانية عشان انضف الترابيزات والرخامات قبل ما اشتغل، وانتوا عارفين يعني حاجه المصايف الواحد برضو بيحب يعقمها الاول. جبت كمان الفلفيتا ده مسحوق ابيض والوان مع بعض، يعني بتاع غسالات العاديه عشان برضو غسالات المصايف بتبقى غالبا عاديه، او عشان لو انا ما حبيتش اغسل في الغساله اغسل على ايديا حاجه بسيطه المسك او كده، استخدم الجل ده. بحب اخد العبوات البلاستيك عشان ما تتبهدلش مني، لو اخدت اكياس بتتفتح وما بتتقفلش مش هعرف ارجع بيها، فممكن اصلا يتفتح مني في السكه الكيس ويتقطع ويبهدلني، فعلى ايه بقى. فانا باخد دول، حلو جدا على فكره، جربته قبل كده بغسل هدوم مسك بس على فكره هناك، مش بحتاج ان انا اغسل لينا حاجه لان بيبقى معانا كذا غيار. يعني جبت كمان ده اوكسي مواعين، تمام. انا جبته سهل الفتح من هنا كده، بس بصراحه بيني وبينكم يعني هنقله في ازازه فاضيه زي دي، عندي واحده فاضيه زي دي محتفظه بيها، فهفضي منها من اوكسي عشان اعرف انقل، وهحاول اعلم الازازتين عن بعض عشان برضو ما اتلخبطش هناك. بس غالبا ده لونه اصفر من جوه وفلفيتا ده ازرق، فهبقى عارفه لون من بعضه من تحت من هنا، فاهمين ازاي. دي افكار والله للناس اللي طالعه مصيف او هتسافر يومين في حته او في بيت، يعني مش في بلدها، وهتقعد في شقه مؤقتا. بقول لكم برضو الحاجات دي ممكن تكون فيها افاده ولو بسيطه والله، يعني لحد كده. حاجه كمان جبتها من فتح الله وهو الفول، مرضتش بقى اجيب فول مدمس من البيت، يعني نقله هيبقى بالنسبه لي متعب وهيبقى متجمد فهستناه يفك يوميا وهكذا. فده انا مجرباه، كل ما بحاول اسافر بصراحه بحب اخد قوي المعلب ده، بينفع جدا جدا، وباخده بالخلطه. بصوا ده بالطحينه، في بقى بالخلطات اللبناني وبزيت الزيتون، وفي بالخلطه المصري، خلطات كتير جدا. انا بجيب اللي بالطحينه لانه طعمه حلو جدا، فيا دوب بسخنه في طاسه
وخلاص كده ممكن اهرسه بشوكه ولا حاجه وبناكله على طول. فلا بحتاج اجيب زيت بقى معايا ولا اخد ملح وفلفل وكمون والحاجات دي، هو بيبقى فيه كل حاجته. فجبت 3 علب تمام، لان العلبه الواحده ممكن تفطرنا يوم ويفيد منها حبه بسيطه فاكمل عليها من علبه تانية وهكذا يعني. وعايزه اقول لكم ان احنا كل مره بنسافر مطروح لازم نعدي على فتح الله هناك اول يوم سفر عشان نجيب الحاجات اللي هي بتاعه الاستهلاك اليومي زي كراتين الميه، ايه تاني، البيض، نجيب بيض عشان اعمل البسطرمه برضو، اكيد هنجيب من هناك بسطرمه تاني للفطار والعشاء يعني، ده اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب ييسرها، بس باذن الله ونروح ونيجي بالسلامه. واقول لكم برضو على تفاصيلنا هناك لو انتوا حابين طبعا ان انا اشارككم معاها قولوا لي، وانا احاول اصور لكم على قد ما اقدر هناك واشارككم بفيديوهات من النوع ده. وتعالوا بقى عشان حضرت لكم منيو حلو جدا للفطار، عايزاكم برضو تاخدوا منه افكار كده، الحاجات اللي هناخدها معانا للشواطئ نفسها يعني القعده على البحر هناك، وعشان طبعا تساعد برضو في الفطار والعشاء بتاع الاطفال. تعالوا بقى ندخل على الوصفات بتاعه النهارده، تعالوا بقى كده ندخل نشوف الوصفات الجميلة اللي معانا النهاردة. يعني بوعدكم انها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق كل وصفة. بصوا بقى دلوقتي معايا بيضة حط عليها فانيليا وحط عليها كمان نص كوباية من السكر البودرة تمام، بيضة واحدة وفانيليا عادي جدا ونص كوباية سكر بودرة، انا طحنتها دلوقتي حالا في الكبة او في المطحنة يعني لحد ما نعمت معايا، يعني كلها حاجات من البيت عادي جدا. قلبتهم مع بعض كويس جدا، وهبدأ هنا احضر جنبي كمان معلقة كبيرة من النشا، رشة ملح، كوباية ونص من الدقيق، ومحضرة كمان نص كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي جدا يعني كوكيز، مش قادرة اقول لكم طعمه حلو ازاي، ناعم ودايب والله ما فيه نسبة لا سمنة ولا زبدة، فاعمليه بالزيت النباتي العادي جدا اللي موجود عندك في البيت. حطيت كمان زي ما قلت لكم معلقة نشا ومع كوباية ونص كبيرة من الدقيق، احيانا ممكن تحتاجي كمية دي اكبر شوية من اللي انا مستخدماها، بس ده هيرجع لقوام العجين، فانا هحط الكمية اللي قدامي، واحتجت عليهم معلقتين كمان زيادة هوريه لكم دلوقتي كمان وانا بعجن عشان تشوفوا قوام الدقيق عامل ازاي او قوام العجينة يعني بعد ما ضفنا دقيق، انا نخلته عشان يطلع كده حلو وناعم وما فيهوش تكتلات، ولو هو مش هايش كده ومش بفرغ هيعلى معاكي احسن ويخلي الكوكيزاية هشة وناعمة جدا من جوه. حطيت عليه بقى رشة ملح، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، البسكوت مش محتاج بيكنج باودر كتير بس الوصفة دي فيها معلقة صغيرة ممسوحة تمام. انا ابتديت اعجن على فكرة ما حطيتش ايدي خالص دلوقتي، انا بس اشتغلت بالاسباتيولا كده لميت لي العجين كله وهو لسه يعني في نسبة طراوة، هو بيتمسك بالايد بس يعني تحسوه كده لو دخل الفرن هيسيح مش هيبقى ماسك نفسه، فابتديت احط معلقة دقيق، فمعلقة دقيق واخر معلقة ضفتها، هما كانوا معلقتين او معلقتين ونص على حسب يعني، لان هما كانوا هرمية فممكن تحتاجي معلقتين تلاتة على حسب اولا نوع الدقيق وعلى حسب ما هيلم معاكي، لان في بيضة ممكن تبقى كبيرة شوية عن اللي انا استخدمتها فده هيفرق معاكي في بعد كده في استخداماتك للمواد الجافة. فضلت وراها وفي لم العجين كده لحد ما لقيتها عجينة متماسكة ما فيهاش طراوة بزيادة عن اللزوم، وهي كده كده زي ما قلت لكم ما بتلزقش، اخدتها على شكل تشيبس كده عندي من البيت، حطيت وشها بس كده فيها وخلاص، ما حطيتش شوكولاته في قلب العجينه لا، انا حطيت على الوش بس، عملت معايا 23 قطعه، مش قادره اقول لكم اصلا حلوه ازاي ودايبه، ولو ضاعفت الكميه وعملت بيضتين وكوبايتين ونص من الدقيق تخيلوا بقى تعمل معاكم ما شاء الله كميه كبيره جدا، فاعملوها حلوه قوي، تقدروا تعملوها كمان للمدارس يعني، انا قلت اعمل لكم كده وصفتين في وصفه او وصفه قصدي في غرضين، منها مصيف اللي عايز يطلع مصيف ياخدها معاه، اللي عايز ياخدها كوصفات مدارس سهله وبسيطه برده وسريعه جدا باذن الله هتستفيدوا منها لو عملتوها. هسيبها تبرد بقى على جنب وهبدا ان انا اشيلها في علب عشان احافظ عليها، اخدها معايا كده في علب، انا الحاجات اللي خدناها في اكياس كانت المجمدات اللي هي فيها اكل فيها لحوم، دي تنفع تتشال في اكياس لان مش شرط خالص تتشال في علب، اما البسكوت ما ينفعش لا هو ولا الكيك يتشال في اكياس وبتاع هنبهدله ومش هيطلع معاكي بنفس النتيجه وهتحسي انك بتاكلي كده حاجات مفتفته وحاجات متبهدله خالص فهتتضايقي، فخديها في علب احسن، انا حطيتهم في علبه واحده كده مقفول عليها وخلاص. تعالوا بقى نشوف الوصفه اللي جايه، دي ما خدتش فعلا غير 10 دقائق عجن و10 دقائق في التسويه، تسويه كانت على 180 درجه بس كده، فطلعت بعد 10 دقائق فعلا بالظبط. تعالوا بقى نشوف الوصفه اللي جايه، هنعمل كيك يعني اكيد برضو هناخد معانا كيك للفطار او العشاء على البحر، حتى هيبقى اكله حلوه وسريعه كده الولاد كلها بتحبها. حطيت هنا 4 بيضات وهم صغيرين على فكره مش كبار، حطيت عليهم فانيليا وحطيت عليهم كوبايه وربع من السكر الحبيبات العادي خالص، حضرت كمان كوبايه الا ربع من الزيت النباتي العادي برضو،
تمام، بس انا هضرب الاول البيض والسكر والفانيليا في الخلاط، وممكن طبعا بالمضرب اليدوي، بس انا عايزه السكر يدوب وينعم. فكده كده شغلت الخلاط بقى وحطيت فيه الزيت وانا شغاله كده. الزيت طبعا بتنزلي كده، لو قدرتي يعني تكوني بتنزليه بالتدريج تمام، ما قدرتيش افتحي الخلاط وحطيه مره واحده وشغليه تاني. حطيت كمان كوبايه كامله من اللبن خلاص، وبرده كملت ضرب الخليط السائل ده. مفيش اكتر من كده على فكره. الحاجات الجافه بقى عباره عن ايه، كوبايتين وربع من الدقيق، حطيت عليهم رشه ملح، معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر او كيس كامل زي ما تحبي، وحطيت الخليط السائل في بوله كبيره، نخلت عليها الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح، وخلاص كده الخليط الكيك تقدري بقى تقلبيه وتمزجيه مع بعض كويس، وبقى جاهز معاكي. انا بقى عملت حركه حلوه كده عشان عايزه الصينيه اللي انا هخبز فيها تبقى نصها كريمه او فانيليا ونصها بطعم الشوكولاته، فاخدت نص الخليط حطيته في دورق، والنص التاني حطيت عليه معلقه كبيره ونص من الكاكاو الخام. طيب الكاكاو الخام ده عامل زي الدقيق بالظبط، كانك زودتي الكيك بتاعك خليط من الدقيق، فعشان يبقى نفس قوام الفانيليا حطيت عليه قدهم بالظبط معلقه ونص من اللبن، تمام، يعني معلقه ونص من الكاكاو على نص خليط الكيك عليهم معلقه ونص من اللبن. قلبتهم مع بعض كويس ونقلتهم برده في دورق تاني، وابتديت ان انا اصبهم في صينيه واحده. الصينيه بقى اللي انا استخدمتها دي بصراحه كانت حاجه كده عملتها من كام يوم للولاد، كانت كيك ساده خالص، فقلت لازم اصورها معاكم واكبر الصينيه شويه عشان تشوفوها. الصينيه اللي انا استخدمتها دي مقاسها ما شاء الله كبير، هي تقريبا 50 سنتي قطرها، 50 سنتي تمام، وهي بتاعت بيتزا اصلا او بتاعت بسبوسه او بتاعت فطير مشلتت، يعني جدارها مش عالي خالص. رشتها رشه زيت ونزلت كده بالدورقين مع بعض يمين وشمال، كل واحد بينزل بالخليط بتاعه لحد ما عملت ميكس حلو كده في النص ما بين النوعين، ودخلتها الفرن. دي بقى بتطلع بيزك كده من الكيك، او كانك عامله كيك ديسك كده، هوريها لكم. هشه جدا وعاليه الى حد كبير، يعني مش عاليه قوي زي الكيكات اللي بناكلها، بس ارتفاعها مناسب جدا، وفي نفس الوقت تقدري تاخديها معاكي من غير ما تتبهدل. كل ما الكيكات العاليه قوي اخدتيها معاكي في خروجات او في نوادي او مصيف كذا يوم، هتباتي بره البيت والاكل هيتحرك معاكي كتير، يفضل ان الحاجه تكون ارتفاعها مش عالي قوي عشان تفضل بنفس ثباتها طول الوقت. فالارتفاع ده عجبني جدا، وقلت لازم الكيك اللي اخده معايا المصيف ما يكونش الكيك العادي التقليدي، لازم يكون ارتفاعه وسط كده او اقل من الوسط كمان. قطعتها مربعات وحوريكم بقى شكلها من جوه تحفه ازاي. بصوا بقى الجمال، هشه لدرجه كبيره جدا والله، فعلا تحسوها جاتوه من غير تزيين، يعني هي طعمها كان خطير والله العظيم بجد. هنقلها طبعا في علبه عشان احافظ عليها. انا اخدت بقى، بصوا صراحه يعني انا ما اخدتش الكيك كله في علبه واحده، كان ممكن اعمل كده لان انا عندي علب كتير وعندي علب كبيره اللي هي لانش بوكس وتنفع اخدها رحلات والكلام ده، بس انا بقسم ليك كميه على علب صغيره لان المصيف بره البيت كذا يوم، فانا عايزه لكل يوم علبه مستقله، فاكيد مش هاخد الحاجه كلها في علبه واحده واجي اروح البحر يوميا وعايزه اخد كيك، هاخده في ايه؟ هاخده في كيس يعني، فاهمين؟ هاخد على قد مقدار اليوم ده في كيس مثلا، اكيد لا. فانا حبيت ان انا اعمل علب على قد الايام، او يوم او يوم لا، يوم اخد كيك يوم اخد كوكيز والعكس وهكذا يعني، فتبقى الحاجه متقسمه احسن، وهتريحني جدا لما كل يوم اسحب منهم علبه من التلاجة وخلاص كده اطلع بيها على طول. فانا عملتهم على 3 علب زي ما انتم شايفين، الكوكيز هو اللي عملته في علبه واحده، وهتشوفوا بقيه الافكار كمان هقسمها عشان زي ما قلت لكم كده اخد كل يوم علبه مستقله بذاتها. كده حضرنا الكوكيز وحضرنا كمان كيك، وبرده تنفع للمدارس، الولاد لو خدوها معاهم خفيفه وارتفاع زي ما اتفقنا مش عالي قوي، فيقدروا ياكلوها بدون ما تفتفت منهم. تعالوا بقى نعمل الوصفه الثالثه ولابد منها في المصيف بجد او على البحر، يعني مش هقول لكم بقى هنفطر بيها كل يوم الصبح، لا احنا ممكن نفطر فول، بس دي لازم اخدها معايا على البحر تمام. برده البحر بيجوع، المقوله المشهوره اللي الناس كلها بتقولها، وهو فعلا دي الحقيقه. المهم انا هنا استخدمت قد ايه، كيس كامل من الدقيق وربع كيس تاني او كان تلته تقريبا خلاص. حطيت عليهم كوبايه كبيره من الرده، وحطيت عليهم خميره وملح وسكر بس كده، حطيت بقى ميه وهبدا ان انا اعجن بالميه وربع كوبايه من الزيت. عجنتهم كويس جدا جدا على ايديا، وهعمل حاليا صلصه بيتزا سريعه جدا. عندي هنا طماطمايه كانت مضروبه في الخلاط وسايباها في التلاجة من قبلها بيوم، لو مش موجوده فاشتغلي بعد الصلصه دي المقادير اللي هقولها دي. 3 معالق كبار من الصلصه اللي هي في البرطمانات، عليهم ده صوص فلفل حار
او بارد براحتك يعني. ممكن تستخدمي هريسة شطة بس ده شبهها، ولكن ده حلو يعني مش حامي خالص. تمام كده، حطيت بقى معلقة صغيرة من الزعتر، حطيت الملح، حطيت فلفل اسود، وهحط شوية مية صغيرين وشوية زيت، هرفعهم على النار مع التقليب. اول ما يسخنوا ويتسبكوا مع بعض شوية كده خلاص الصلصة بقت عندي جاهزة، وطعمها تحفة وخطير، كأنك مسبكاها على ايديكي من الالف للياء. عندك طماطمية مبشورة زي ما اتفقنا في الاول، تمام. ما عندكيش، اشتغلي بصلصة برطمانات. العجينة عندك خمرت، انا قعدتها ربع ساعة فقط على ما عملت خلصة الصلصة، يعني تقريبا ريحتها، فهي خمرت حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. جبت الصينية الكبيرة اللي من شوية عملنا فيها الكيك، غسلتها بسرعة بعد ما قطعنا الكيك وشلناه. اخدت بقى الصينية دهنتها رشة زيت، وابتديت ان انا اقسم العجينة بتاعتي، اخد منها قطعة على قد الصينية. تمام، الارتفاع على البيتزا ما كانش رفيع قوي وما كانش تخين قوي، كان وسط بصراحة، وده بيبقى الاحسن لو انت طالعة مصايف او كده، لان بيبقى مشبع. لو انت هتعمليها في غدوة والولاد نفسهم ياكلوا بيتزا حلوة كده زي بتاعت بره، اعمليها رقيقة زي ما تحبي، بس انا عشان واخداها بره البيت وهنبقى جعانين طول الوقت، عايزين حاجة تشبعنا مش حاجة تبقى طعمها حلو بس، فحبيت اخلي رقها يعني متوسط. صينية تانية خدت عجينة قدها على قد صينيتها يعني، وهكذا عملت 3 صواني بنفس الشكل ده، وحطيت الصلصه على قد ال3 صواني. العجينه خلصت؟ لا ما خلصتش، انا هعمل باخر جزء حاجه رابعه سريعه برضو ممكن تاخدوها، ممكن تعملوا العجينه كلها منها. حطيت الاضافات على اول صينيه زي ما انا عايزه، حطيت جبنه موتزاريلا وحطيت بيفي وحطيت زيتون وحطيت كمان فلفل حار مقطعه رفيع جدا. فالصينيه دي طبعا هتبقى لينا احنا، لان الاطفال عندي ما بياكلوش حاجه حاميه نهائي. الصينيتين التانيين حطيت عليهم جبنه وبيفي وصلصه، واخر صينيه حطيت عليها جبنه بس مع الصلصه. هو على حسب اختياراتهم والله، ما عملتش حاجه بمزاجي غير اللي احنا هناكلها بس. فدي الاضافات اللي انا ضفتها. طبعا انت حطي اللي انت عايزاه، بسطرمه بقى، ما تحطيش حاجه من اللحوم خالص، تمام. حطي ميكس جبن المتواجده عندك مفيش مشكله، المهم ان انا دخلتهم الفرن على اعلى درجه حراره، اخدوا الوقت بتاعهم لحد ما استووا تماما، والقاعده بتاعتهم كده كانت مستويه، وهنرجع نشوفهم بقوا عاملين ازاي. الجزء الاخير من العجينه اخدته فردت منه جزء كده على الرخامه على رشه دقيق، وهعمل منه مثلثات كده عشان اعمل كرواسون، ده مطلوب مني بشده، يبقى محشي شوكولاتة. فجبت شوكولاتة خام قطعتها مكعبات كده صغيرة، وابتديت ألف كل قطعة على شكل الكرواسون ده، وعملت من أول جزء اللي قدامي ده كرواسون. الجزء التاني من نفس العجين أو الأخير خالص بقى فردته برضو، بس قطعته مستطيلات زي ما انتوا شايفين، وهعمله باتيه برضو محشي شوكولاتة، فقفلته بالشكل ده، بقفل كويس جدا على شوكولاتة من جميع الجهات عشان ما تخرجش بره وتسيح وتبقى طعمها مش حلو، وخلاص كده بقت باتيه. يعني مش قادره اقول لكم، اصلا الموضوع ما خدش مني وقت خالص، كله كده ورا بعضه، والفرن سخن اصلا لان شغلنا كوكيز وكيك قبليه، وخبزنا كمان البيتزا، فالعجينه دي خمرت مني بسرعه جدا ودخلتها الفرن. عايزه اقول لكم ان انا ما دهنتش وشها حاجه غير رشه زيت. والله يعني انا كسلت استخدم بيض تاني بقى، قلت كفايه كده مش هطلع بيض ولبن تاني، رحت رشها رشه زيت بالرشاش ودخلتها. البيتزا طلعت من الفرن، بصوا خطيره ازاي. انا ما بحبش بقى الجبنه اللي بناخدها المصايف برضو غير اللي بنتغدى بيها في البيت، اللي بنتغدى فيها ممكن ما تديهاش لون من على الوش. ليه بقى؟ لان انت بتحبيها تبقى مطه والجبنه سايحه ومحتفظه بنفسها، لكن اللي هتاخديها بره وهتنقليها زي ما قلت لكم في علب وهتقعد معاكي كذا يوم وكده، يستحسن تاخد لون بسيط عشان الجبنه تلزق على وش البيتزا، ما يبقاش فيها اجزاء بتلزق منك وتلزق فوق بعضها لما تحطي طبقات من البيتزا في علبه، فهتضايقك شوية. فانا بخليها تاخد تحميصة خفيفة تحت الشواية كده عشان تبقى ماسكة في نفسها، وكل خرطة مستقلة بنفسها. شايفين بقى تحفة ازاي العجينة طرية وحلوة وهشة جدا جدا جدا. حطيتهم برضو في علب، برضو متقسمة على كذا علبة. والله طالعة مصيف 3 ايام هتعملي 3 علب، طالعة مصيف 4 هتعملي 4 علب، 5 وهكذا، او يوم ويوم زي ما اتفقنا، مش لازم بعدد الايام بالظبط، يبقى عامله كذا صنف وكل يوم تاخدي نوع مختلف. فحطيتهم في علبه كده من اللي هي ليها ارتفاع، فهقفل عليها دلوقتي، وبتاخد ما شاء الله كميه حلوه جدا. ممكن بقى تعملي في كذا علبه بنفس الحجم ده، وممكن طبعا تاخدي علب اصغر من كده على حسب افراد اسرتك او اللي طالعين. هوريكم بقى بعد ما تشيل البيتزا الكرواسون استوى هو والباتيه، مخدش لون المحمر اللي احنا عارفينه، ولكن هو استوى تماما جدا. مش قادره اقول لكم الشوكولاته من جوه طعمها حلو ازاي، لان انا اللي استخدمتها دي كانت شوكولاته دريم خام سايبه، فطعمها حلو قوي، وفي نفس الوقت بصراحه ما بتسحش بدرجه كبيره انها تخرج من العجين،
ما شاء الله. بصوا الكرواسون من الحاجات اللي انا ما قفلتش عليها من الجانبين، فتوقعت ان الشوكولاته تخرج وتسيح وكده، لكن ما حصلش بصراحه، وطلعت حلوه جدا. والباتيه نفس الكلام، قفلت عليهم العلبه دي وخلاص كده بقت جاهزه معانا. كل حاجه عملناها بقت جاهزه، قسمناها في علب. معلش الموضوع هيبقى متعب في ايام التجهيزات، لكن والله بجد هترتاحوا جدا في المصيف. كل حاجتكم جاهزه، كل حاجتكم مضمونه، بيتي معموله بحب، معموله بضمير، هتدي ولادك الاكل اللي نفسهم فيه واللي بيحبوه، وهو نظيف من جوه البيت وعارفه مصدره. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة حبايب قلبي.